أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. دايما طبعا موجودين معاكم من خلال قناتنا ومن خلال مراسلنا طبعا في تونس عشان نغطي طبعا المباراة المهمة الخاصة طبعا بالنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل النهائي. طبعا مباراة مهمة ومباراة طبعا يعني هتحدد ان شاء الله بشكل كبير من هو سوف يكون بطل هذه البطوله هذا العام طبعا كلنا امل ان شاء الله ان النادي الاهلي يكمل مسيرته في هذه البطوله ويوصل المباراه النهائيه ان كان مين هيكون في الطرف الثاني لكن هدفنا هو حصولنا على هذه البطوله دوري ابطال افريقيا للنجم او النجمه التاسعه ان شاء الله بامر الله ونحققها بشكل كبير يعني النادي الاهلي هو سيد افريقيا في هذه البطوله زي ما احنا شايفين كمان دايما باستمرار احنا من خلال القناه قناه الاهلي معانا كل ما يخص الفريق في هناك في تونس سواء بقى التمرينه سواء وجوده في فندق الاقامه او حتى الباص واحنا ماشيين وراه بنحاول ثانيه بثانيه نكون مع الفريق ان شاء الله واحنا الحمد لله يعني ما شاء الله يعني وشنا حلو على الفريق يا رب ان شاء الله يكمل بهذه المباراه المباراه الثانيه على التواني مع فريق تونسي فريق النجم الساحلي يا رب ان شاء الله يبقى يوم خير او مباراه خير علينا بامر الله عايز اقول لكم دي بدايه يمكن خبر وحش ان احنا سمعنا عن حسام عاشور ان هو الى حد ما ممكن ما يلحقش المباراه القادمه نتيجه اصابته في الرباط بالنسبه لركبته عند يعني اكيد دايما المباريات اللي زي كده يا جماعه ودايما بقول للعيبه خلوا بالكم ما ينفعش ابدا انا يكون عندي مباراه مهمه وابتدي اعمل حتى لو المدرب سمح لي ان انا اعمل تقسيمه ولا 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 ان انا اخش بقوه في زميل ليا هي. هي دي النقطه اللي المفروض كان حسام طبعا انا عارف ان هو لعيب ذو خبره ويمكن صالح الى ما عنده حماسه كبيره عشان يشترك في المباراه القادمه كله الصراحه عنده الحماسه دي كله عنده الاصرار والعزيمه ان هم يلعبوا المباراه القادمه ويمثلوا فريق النادي الاهلي في هذه المباراه ويحققوا نصر جديد ليهم بامر الله ولكن ما ينفعش ابدا ان احنا الحماسه دي تاخدنا ونعور بعض، هي دي النقطه اللي دايما بخ... دايما بقول ناخد بالنا منها، يوم ما كنا بنشوف جمهورنا ما كان هنا في مختار التتش انا قلت كلمه واحده، الحمد لله ان اللعيبه طلعت من الملعب سلام. ليه بقى؟ انا لما بشوف جمهوري وبشوف ال... ال... الشكل وال... والاصوات بتتعالى وبتشجعنا و و و، كل ده بيخليني عندي حماسه ان انا اعمل اقصى ما عندي في هذه التمرينه، عشان طبعا امثل النادي زي ما انا بتكلم ولكن طبعا الحمد لله يوم الماتش ده احنا ويوم الجمهور ما كان موجود خرجنا لكن لاعب مهم زي حسام عاشور ويتخبط ويبقى في كلام ان هو يلعب او ما يلعبش ده في حد ذاته يحزننا ويخلي كابتن حسام البدري يبتدي يتكلم ويفكر مع الجهاز الفني بتاعه ازاي يعوض غياب هذا اللاعب المهم في نص الملعب يعني اعتقد ان هي امور صعبه جدا عشان كده دايما بقول للاعبين خلوا بالكم من من نفسكم اولا رقم واحد ومن زمايلكم في الملعب لان طبعا مباراه زي كده مباراه قبل النهائي حسام عاشور من اللعيبه المهمه والمميزه داخل الملعب وهو قائد من قاده الفريق داخل الملعب ما ينفعش ان ما يبقاش موجود زي في المباراه القادمه خصوصا انها مباراه يعني مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي ووجوده وجود مهم جدا شفت حسام وكان دوره قد ايه في مباراه الترجي وفي ضبط نص ملعب في حته نص ملعب وان يبتدي حسام مع عمرو سليا الى ما كانوا قافلين على نص ملعب الترجي التونسي قافلين على الجزئيه مين ياخد الكره الثانيه في نص الملعب كان حسام متالق بشكل كبير حته الضغط كمان في نص الملعب يعني اكيد حسام عاشور بيقوم بدور مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام البدر في اي تكتيك بالنسبه له كابتن حسام بيحطه حسام عاشور هو رقم واحد في هذا التكتيك لانه واحد من اللاعبين اللي عندهم القدره على قطع الكره على الباص بشكل جيد، على تهدئة الملعب، كل ده موجودة عند حسام، فبالتالي فقدانه في مباراة زي كده أو الشك إن هو يبقى موجود ده في حد ذاته يخلينا إحنا كجمهور نبتدي نفكر، من هو اللاعب اللي ممكن يقوم بدور حسام عاشور؟ طبعًا في ظل إمكانيات حسام، ووضعه في المهم في الملعب وفي الفريق هتقعد تفكر كتير مين اللي ممكن يقوم بهذا الدور؟ طبعًا في وقت زي ده ومباراة زي كده وانت موجود بره تونس والتجهيز نفسه بالنسبه للاعب لحسام عاشور الوقت ضيق جدا 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 لكن ارجو من ربنا ودعاء ربنا ان شاء الله ان لو حسام عنده نسبه 60% ما يبقاش موجود يا رب خلال اليومين دول من خلال طبعا دكتور خالد هناك طبعا وكابتن محمد ابو العيله وانيس الشعلالي يقدروا يجهزوا حسام عاشور الفتره القادمه لان فعلا هو لاعب مهم ومميز في الفتره دي لكن في الاول وفي الاخر الف سلام على حسام التمرينه كانت جيده وبنتمرن بكل حماسه بكل اصرار لان انت فعلا كل اللاعبين عايزين يلعبوا عايزين يحسوا بالفرحه وهم موجودين داخل الملعب لأن ده, ده لعيب الكورة إحساسه بأنه هو بيدي كل طاقته كل ما عنده للفريق عشان يوصل لمباراة نهائية بتبقى زي ما بقول لكم بتبقى حماسة شديدة جدا جدا بالنسبة للاعبين زي ما احنا شايفين ده تمرين النادي الاهلي هناك اللي تمرينته النهارده الاخيرة في تونس العاصمة ثم السفر لسوسة مدينة سوسة اللي ان شاء الله هيكون فيها مباراة النجم والاهلي بكرة تمرينة للنادي الاهلي وبداية التمرين هناك في مدينة سوسة ثم طبعا تجهيز للمباراة هناك كل التوفيق صراحه اخواتنا التوانسه سواء بقى كان في الترجي او في النجم الساحلي الناديين طبعا ناديين كبار ناديين من افضل الانديه اللي موجوده في القاره الافريقيه بيساعدوا بشكل كبير النادي الاهلي بيحاولوا يطمنوا على النادي الاهلي طبعا المعامله بالمثل يعني طبعا احنا لما بيجوا هنا اخواتنا التوانسه سواء لاعبين او جماهير بيبقى نفس الوضع بالنسبه لهم اكنهم في بلد بلدهم الثاني عشان كده احنا دايما بنعتز جدا بوجودهم معانا دايما باستمرار سواء هنا او هناك يا رب دايما بتبقى العلاقات جيده ما بين الفرق العربيه باستمرار. يعني ايضا تجهيز بقى للمباراه من كابتن حسام البدري وتفكيره في التشكيله المناسبه، في ناس تتكلم بتقول لك طب هيبتدي بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه الترجي ولا كابتن حسام البدري هيعمل ايه؟ هي النقطه ان زي ما انتم شايفين كده تفكير كابتن حسام واثناء التمرين وتركيزه الشديد ازاي يبتدي وازاي يتعامل مع مباراة ده لوحده قصة تانية جدا كبيرة كبيرة كابتن حسام البدري وهو بيفكر مع جهازه الفني اثناء طبعا هو بيفكر لوحده وبيبقى تفكير اندفيدوال بالنسبه له او لوحده او مع جهازه الفني كابتن احمد ايوب سيد معوض طبعا كابتن سالم حفيظ كوجود ونجم كبير بالرغم ان هو بعيد عن الحته الفنيه في شغله ولكن طبعا ان انتوا بتاخد راي كل الجهاز بتاعك في بعض الامور الفنيه ده مش عيب بس كابتن حسام بدري اكيد تفكيره في الفتره القادمه تفكير صعب الشكل فريق النجم مختلف عن فريق الترجي طريقه لعبه مختلفه عن فريق الترجي الى حد ما فريق النجم سهل عنده القدرات الدفاعيه الى حد ما اكبر وأفضل من فريق الترجي ازاي كابتن حسام البدري هيبتدي يشتغل على الجزء الهجومي بالنسبة له في هذه المباراة خصوصا المباراة ما زالت بره الأرض ولكن الثقافة اللي موجودة عندنا في النادي الأهلي إحنا ما عندناش حاجة بره الأرض ولا جوه الأرض إحنا بنكسب بره أكتر كمان من جوه فبالتالي كابتن حسام البدري ازاي يحط النقاط بالنسبه له نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عنده يقدر يحلها طبعا لو نقاط ضعف ونقاط القوه يقدر يستغلها بشكل كبير خصوصا في الجزء الهجومي اللي هو افضل الخطوط عند النادي الاهلي لكن يعني اكيد كابتن حسام بيفكر مع جهازه الفني تفكير كبير جدا وعميق جدا في الفتره اللي فاتت يمكن معالم موجوده ان التشكيل هيفضل هو هو لا يمكن رايي انا وهو نجح بشكل كبير كابتن حسام البدر في هذا الاختبار امام الترجي بالتالي التغيير يعني هيبقى في ادي الحدود لو في اصابه حسام يعني برده انا مش عارف لغايه دلوقتي مين يكون الاقرب انه يبقى موجود فعلا اختيار صعب جدا في حاله غياب حسام عاشور ده لحد دلوقتي ده اللي انا اقدر اقول عليه لكن التشكيل هو هو اجاي هيبقى موجود ممكن من بدايه اللقاء ده ممكن يبقى وارد مع وليد سليمان ان شاء الله اللي الحمد لله اطمنا عليه بشكل كبير هو وليد ازارو مع عبد الله السعيد وليد ازارو يبقى موجود ايضا يعني هو ده برضو الكلام او اخر الترتيبات اللي ممكن كابتن حسام يشتغل عليها لان احنا ما بنغيرش طريقتنا او اسلوبنا لكن ممكن التغيير في بعض اللاعبين او اسامي اللاعبين لكن اسلوبنا هو هو بالنسبه للكابتن حسام البدري ودائما هو بيؤكد على الحته دي اسلوب النادي الاهلي هو هو في في طريقه التشكيل ولكن بيتم تعديل بعض الخطط داخل الملعب عشان يواجه بيها الفريق الخصم بالنسبه له طبعا فريق النجم زي ما قلت لكم هو فريق مختلف في طريقه ادائه عن فريق الترجي عشان كده احنا يمكن كان لازم ابتدي اولا بحسام عاشور لان زي ما بقول لكم كانت الحماسه طبعا اكيد كبيره جدا بالنسبه لصالح جمعه وجميع اللاعبين عشان يشاركوا في الملعب. زي ما بقول لكم برده ايضا بعثه الاهلي بتغادر الى مدينه سوسه سدادا للنجم يعني مدينه جميله مدينه على البحر يعني زي ما بقول لكم جماهير النجم الساحلي جماهير قويه جماهير شرسه في انتمائهم لناديهم وفي نفس الوقت في تشجيعهم لفريقهم زي ما احنا شفنا الملعب الملعب استاد سوسه قريب جدا المدرجات لارضيه الملعب فبالتالي احساس اللاعبين بالجماهير وصوتهم هيبقى اكثر طبعا من استاد رادس اللي احنا لعبنا فيه امام الترجي بالتالي حكايه الجماهير خلاص احنا ما بقيناش نخاف منها بره الملعب يمكن الجيل ده مظلوم الى حد ما ان هو ما بيشوفش جماهير كتير لكن ما شاء الله عندهم حته ثبات انفعالي امام الجماهير يحسدوا عليه ما شاء الله عايزين يكملوا ان شاء الله او يكملوا في المباراه القادمه بنفس الاسلوب اتكلمنا عن طبعا عاشور والشيخ وبنطمن عليهم ان شاء الله يرجعوا بالسلامه يبقوا موجودين في المباراه القادمه سيف غزال مدرب فريق النجم وهو بيتكلم عن النادي الاهلي سيف طبعا كان لاعب في النجم الساحلي وهو مدرب للفريق في التوقيت ده. اتكلم على النادي الاهلي وقدرته طبعا الهجوميه وخبراته الكبيره في هذه البطوله زي ما احنا حتى شايفين امامنا على الشاشه طبعا واحنا موجودين قناه الاهلي باستمرار في فندق الاقامه الخاص بالنادي والفريق كل التوفيق ليهم زي ما بقول كده سيف غزال وهو بيتكلم على الخبرات الموجوده في النادي الاهلي وقدرته دايما الهجوميه اللي موجوده عند الفريق بتخليه طبعا يعملوا حساب للفريقنا طبعا خلي بالكو ده كان انذار لاي فريق موجود هيقابلوا النادي الاهلي في المباراه القادمه سواء بقى ان شاء الله في هذه المباراه القبل النهائي او ان شاء الله لو وصلنا بامر الله ودعواتكم للمباراه النهائيه انذار ان النادي الاهلي وهو اكبر الانديه وافضل الانديه اللي موجوده في القاره الافريقيه وعنده 8 بطولات في هذه البطوله ان هو قادم بقوه ومتحفز بشكل كبير للحصول على هذه البطوله للمره التاسعه فبالتالي استعداد فريق النجم من خلال تصريحات سيف غزال مدرب الفريق كانت مهمه جدا هو بيتكلم ان النادي الاهلي عنده خبرات كبيره سواء بقى احمد فتحي وحسام عاشور كلهم لعيبه عندهم خبرات كبيره يقدروا يستغلوها في المباراه في المباراه واثناء طبعا المواقف الصعبه اللي ممكن تكون اثناء المباراه والمشكله الوحيده اللي بتواجه فريق النجم هي الفتره القصيره ده سيف يعني عن تصريحات سيف غزال مدرب فريق النجم ان الفتره القصيره اللي اتلعب فيها او هم لعبوا فريق اهلي طرابلس من فتره قريبه وعشان كده هم كان محدد ليهم يوم 29 و30 سبتمبر و1 اكتوبر هم اختاروا 1 اكتوبر عشان ده ابعد وقت عن اخر مباراه هم لعبوهم تقريبا اسبوع فبالتالي هم اختاروا 1 اكتوبر عشان يقدروا يريحوا ولكن طبعا احنا زي زي فريق النجم احنا برضو لعبنا قبلهم بيوم قبلها بيوم فبالتالي نفس الوقت في حته الراحه يعني سواء هم او, هم أو احنا نفس المشكله بالنسبه لهم لكن طبعا حته الريكفرينج او حته انك ترجع لحته انك تتمرن بشكل معين حته التلج والراحه للاعبين اعتقد كابتن حسام بيعملها بشكل كويس كل اللعيبه قعدوا في تلج بعد تمرينه النهارده قبل السفر عشان يريحوا جسمهم عشان والتدليك عمليه التدليك كانت مهمه ايضا بالنسبه للاعبين كل ده كابتن حسام البدر لكن ده كلام سيف غزال عن ان المشكله الوحيده اللي بتواجه فريق النجم الساحلي هو قصر الوقت بالنسبه لهم من المباراه الاخيره امام الاهلي طرابلس ومباراه الاهلي لكن احنا برضو نفس الوضع بالنسبه لنا كنادي اهلي في اخر مباراه لنا كانت امام الترجي فيلود المدير الفني لفريق النجم الساحلي بيتكلم على خطوره الاهلي، بيتكلم ان الاهلي عنده قدرات هجوميه بالنسبه للطرفين سواء احمد فتحي او علي معلول وعندهم سرعات كبيره جدا في هذه الجزئيه، هو بيتكلم ازاي هيوقف الخطوره. طب حاجه كويسه جدا، يعني احنا الحمد لله لغايه دلوقتي ما اتكلمناش او ما اتكلمش هو عن الجزء الهجومي الخاص به، بي. بيتكلم عن الجزء الهجومي الخاص بالنادي الاهلي وده في حد ذاته يقول لك ان النادي الاهلي حط حته ان انا بلعب هجوم بره ان انا ما بخافش ان انا بلعب وبهاجم وممكن اكسب بره، وزي ما بقول لكم الثقافه مختلفه تماما دلوقتي بره بره زي جوه بالنسبه للنادي الاهلي اه كان عندنا ظروف في مباراه الترجي ولكن مباراه مباراه الترجي الاولى هنا في اسكندريه ولكن طبعا المباراه الثانيه اثبت تماما النادي الاهلي ان هو عنده القدره الهجوميه ان هو يقدر يكسب بر طبعا بيتكلم على احمد فتحي وعلي معلول وبيقول ان هو هيقف خطورتهم عن طريق طبعا الثنائي خليل بنجوره وحمدي النقاز بالنسبه لاجابتين اليسرى واليمنى ويمكن هنشوف ان شاء الله لو انت حطيت مين احنا عندنا قدرات ان احنا نقدر نشتغل بتاكتيك معين نقدر من خلال تحركات احمد فتحي ومعلول الغير طبعا غير تقليديه بالنسبه لكره القدم او لفريق نادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ان هم يصلوا للجبهه اليمنى واليسرى لفريق النجم الساحلي ويبتدي يشتغل طبعا على جزء الاطراف وحته الاختراقات بامر الله ده يبقى موجود من خلال احمد فتحي قلب الاسد اللي انا بشوفه من افضل اللاعبين في الفترة السابقة وقد إيه هو بيضفي قوة للجبهة اليمنى للنادي الأهلي سواء بقى هجومية أو دفاعية أحمد فتحي من اللعيبة المميزة وأيضا علي معلول في المباراة الأخيرة أمام الترجي ما شاء الله عليه تحول في الشوط الثاني غير طبيعي يعني رقم واحد في تغيير أداء النادي الأهلي في الشوط الثاني هو علي معلول وتفوقه الكبير في الجزء الهجومي خلى يعني رجعنا تاني للمباراه بامانه لان هو لعيب مميز وقد ايه هو لاعب محترف وبيركز بشكل كبير كلنا وارد ان احنا نخطا ولكن انك تصلح خطاك ده ما بيبقاش في اي لعيب هو لعيب دولي طبعا في منتخب تونس وقد ايه هو فعلا لعيب مميز نتمنى انه يبقى الشوط الثاني بالنسبه لعلي معلول يبقى في كل مباراه النجم الساحلي القادمه. الساعه حفيظ بيشيد بالالتزام بالنسبة للاعبين في معسكر تونس وده وضع طبيعي هو النادي الاهلي كل اللاعبين اكيد حاسين بالمسؤوليه في هذه المباراه فبالتالي الالتزام التو المواعيد ومواعيد الاكل والتمرين والتزامهم بالتعليمات بالنسبه للجزء الفني وكل ما يخص هذا المعسكر اكيد النادي الاهلي وجميع اللاعبين حاسين بالمسؤوليه فبالتالي ده اسم النادي الاهلي كبير فبالتالي بي بي بيحتفظوا بتنفيذ بي التعليمات او بيمشوا على الجدول المحطوط بالنسبه للاعبين زي ما بقول كده البعثه المنسق العام لفريق النجم الساحلي بيتكلم ان هو موجود مع فريق الاهلي عشان اي طلبات محتاجهم محتاجها النادي الاهلي يبقى موجود معاهم عشان برضه نتكلم على النجم الساحلي ويمكن نقاط ضعف وقوه لازم اتكلم طبعا مع نجم كبير كان كان معانا كابتن طلعت يوسف طب خلاص قطع وهنرجع له تاني كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب المدير الفني لفريق اهلي طرابلس ومواجهته الاخيره امام النجم الساحلي اكيد هنرجع له تاني ونقدر نعرف منه بعض الامور الخاصه بفريق النجم والنقاط القوه والضعف بالنسبه له آه النادي الاهلي بيطلب مدرج كامل بالنسبه لجماهيره ان شاء الله في هذه المباراه المباراه الخاصه طبعا بالنجم الساحلي والاهلي وده زي ما بنقول بالمثل ان شاء الله هنا النادي الاهلي بيوعد بوجود مدرج كامل ايضا لجماهير النجم الساحلي في هنا في استاد الجيش ببرج العرب وتبقى المعامله بالمثل ما شاء الله زي ما بقول لكم علاقه طيبه جدا جدا سواء بقى بمسؤولي نادي التراجي او بمسؤولي